قيام الليل. ولذلك قال النبي: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. ثم قال: ومطردة للداء عن أجسادكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: رأيت في الجنة بيتا يرى، أو غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال أبو مالك الأشعري: لمن يا رسول الله؟ هذه لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وقام بالليل والناس نيام. فلماذا نفرط في هذا الفضل العظيم؟ عندنا وقت طويل، صلي يا أخي ولو ركعة واحدة. وبالمناسبة من صلى العشاء في جماعة، اللي صلي العشاء، شف صليت العشاء كأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. طيب ايش رأيك لو صليت العشاء في جماعة والفجر في جماعة وقمت الليل، وش يكون لك من الفضل والأجر الشيء الكثير؟ قيام الليل فعلا مطردة لكل داء على هذا الجسد.